مشغول بالي على بسيمة والبنات. يعني شغل بالك بسيمة اخت رجال؟ بس والله مقهورة على هالبنات. مو حرام يجبروا يتركوا بيتهم وامهم ويعيشوا لحالهم؟ مو حرام؟ ما شفتي شو معلقين فيها؟ تعرفي قلبي عم ينطف عليهم. انا متعودة كل ما افتح الباب يركضوا علي، شوفتهم بتنسيني هموم الدنيا وما فيها. الله يبعد عنك وعنا الهموم، حاجتنا بكفينا. روحي انت هلا خلصي شغلك عند ألفات ورجعي بكون حضرت انا الاكل، بنقعد وبنحكي ومنغني. يا ستي ومنغني. خاطرك تقبريني. مع الف سلامة تقبريني. يلا بنتي قومي خلينا نروح على الحمام. لاني رايحة ولاني جاي. يا شو هالحكي، اليوم عرسك؟ عرسي؟ لك يا بنتي ما بصير هيك، انتي لازم تفرحي وتجهزي حالك. مين له قلب ولا قدران انه يفرح اليوم والشام كلها حزنانة؟ كرمال خاطر هالشباب اللي انخطفوا خطف هالشهداء، خلينا نأجل الجوازة كم يوم. بس يا بنتي نحنا ما حدا خبرنا انه في شيء تأجل، ولازم انت تجهزي حالك. ماشي هلا بقوم بتغسل. وين؟ هون بالبيت؟ ايه هون وزياده. مسكر بتطالعوا المفرش الدهبي بتفرشوه بمربع عمي، وعلى اساس نمد مفرش عرسنا. وغيرت رايي؟ ما بيصير يعني غير رايي، حداك وما رايي. مثل ما بدك. البغجاتي رح يجيب صحن حلو بتحطيه جنب الفواكه وبتشكل سيلي الاوضاع. اليوم؟ ايه اليوم، اليوم جاي العروس. دم تتك تك دم تك تك. عندك باني ليه عم تجري فيه؟ حسابك بعدين انتي. حياة بده يتجوز. مين بده يتجوز؟ ألفت. ألفت؟ بنت ابو عبده مع غيره؟ قومي صباح قومي، بدي روح نام عند بيت بسيمة. بدك تتركيني لحالي اليوم؟ خليني كيف مغيب هاليومين، أحسن ما أرجع أعلق مع صبحي من أول وجديد. قومي. عصم الله إذا ضل ببلادنا راح يعلق مشانقنا واحد ورا الثاني، لذلك العصم اللي لازم يطلع من بلادنا. العصم اللي عم يضحك علينا باسم الاسلام وطاعة ولي الامر. العصم اللي لا هو الاسلام ولا هو المسيحية. نحن هون الاسلام ونحن هون المسيحية ونحن هون اصل كل شيء. مظبوط، نحن الاصل والعصم اللي محتل، والمحتل ما له قعدة ببلادنا وراح نقلعه تقليعة الكلاب. يا عصم اللي اطلع اطلع، يا عصم اللي اطلع اطلع، يا عصم اللي روح روح، يا عصم اللي روح روح، يا عصم اللي اطلع اطلع، يا عصم اللي اطلع اطلع، يا عصم اللي روح روح.
يا اصفلي روح روح اصفلي برا برا سوريا حره حره اصفلي برا برا سوريا حره حره اصفلي برا برا سوريا حره السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله وبركاته. وينك شيخي؟ عم بفتل عليك بالسوق كله ما عم لاقيك. شو مدريد؟ بشو؟ بهدول الشباب يلي شنقن جمال باشا. الله يرحمون. هدول الشباب بوشن على الجنة. شو بنا شيخي؟ شو حكينا؟ يعني سرايحين على الجنة ما بنترحم عليهم؟ شو هالحكي حجي؟ شو هالحكي؟ ما شفتوا شلون قب علي؟ شو حكينا؟ لا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس معليش شيخي كبيرنا وبتمون، عاوزينك بعد الظهر بمعيتك. خير إن شاء الله. هلأ مو الأصول إنه نأجيل؟ وليش لنأجيل أبو عبدو؟ إن شاء الله بنستنى السنوية تبع الشهادة كمان. لك شو تأجيل وما تأجيل؟ فهموني شو القصة؟ إيه والله ما بعرف، حاسسها مو زبطة يا أخي، الناس حزناني. إيه بعرف حزناني، بس نحنا ما رح نعمل طنة ورني. شغلتنا بسيطة، كتب كتاب واثنين شهود وعلى السكيتي. كتب كتاب؟ كتاب مين؟ هلا هيك قولك؟ ايه هيك قولتي شيخي. بعد الظهر بتعرف كتب كتاب مين؟ إيه لا فهموني شو القصة. لا خلاص بعد الظهر شيخي، بعد الظهر.